عن مباراه الاهلي وسان داونز او اكيد المنتخب والكره العالميه. خلينا نرحب بالاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي. صباح الهنا. يا صباح الفل. كان نفسنا نقول صباح النصر طبعا. ان شاء الله يوم الاربعاء. ملحوقه ملحوقه ان شاء الله يوم الخميس. صباح الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده. كريم. قبل ما نتكلم عن اللي جاي بطبيعه الحال لازم نقف شويه عند اللي فات واللي صحيح. فات من وجهه نظر ناس كتير تابعوا الماتش وانا بكلمك على الماتش امبارح تحديدا ما يصرش. كيف رايت مباراه الامس؟ طيب لو هنتكلم على اللقاء واحداثه وسيره اللي فيه كذا نقطه لازم ايه نحطها بعين الاعتبار. اولا جو الماتش نفسه فيه مشكله، فكره ان انت داخل بيصدر لك ان انت تلعب الساعه 3 ودي كانت مشكله كبيره جدا. اللاعب المصري في افريقيا عموما اللي هو يلعب الساعه 3 في اجواء افريقيا بتبقى ازمه نفسيه مش بدنيه ولا اي حاجه ثانيه، زائد طبعا موضوع الطقس الاكسجين يبقى قليل جدا. لازم الموضوع ده مش بسيط ولا سهل. فكره الاكسجين في جنوب افريقيا بيبقى في ازمه كبيره جدا بتاثر لاعب مصري في فكره اللياقه وادائه. في ناس بتقتنع بجدوى الكلام ده وفي ناس ثانيه بتقول اه يا عم عشان انتوا ما حققتوش المطلوب فبتدوروا على شماعات. لا ما فيش شماعات، الماتش لسه في شوط ثاني. احنا ما بنقولش شماعات، احنا بنقول ليه اسباب، في عوامل ادت لده. زي طبعا التحكيم برده ما كانش جيد، انا مش عارف مين الحكم ده، انا شايف هو جاي مجامله لكوفي كوجا. شايف كمان ان الاهلي اتظلم. ليه موضوع الفار ده في مشكله مع الاهلي بالذات؟ بدليل ان مستر كولر هو علق على الموضوع ده امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. الراجل قال لك ليه اشمعنى الاهلي دايما بيتظلم في موضوع الفار ده. زي طبعا في عامل نفسي كبير جدا، لعبة الاهلي مع سان داونز او الموضوع كبر بشكل انا مش فاهم ليه. انا بالعكس انا شايف ان انا لما بلعب سان داونز انا ببقى متفائل كناقد رياضي او مشجع، ببقى متفائل جدا. انا لما بلعب سان داونز بكسب انا باخد البطوله بعديه، فخلاص يعني انا الموضوع بالنسبه لي. بس ماتش 5-2 واقف بالعرض الظهور و5-1 و5 اي 5 مش هتفرق معايا دلوقتي، انا بتكلم في البطوله. في النهايه ده مش كانش ماتش اقصائي ليا، ده الماتش اللي فات كان في دوري المجموعات لسه. خلاص انا عديت المرحله دي وقدرت اخد البطوله. هو بره هم نفسهم يعني طلعوا بعد صعود الاهلي او احراز اللقب، قال لك احنا اللي عملنا في نفسنا كده اللي احنا ما طلعش الاهلي بره. بغض النظر عن فكره اطلع الاهلي بره البطوله كانت ازاي، بس انا بالنسبه لهم انا الحلم بتاعهم، انا دايما انا الاهلي هو الحلم بتاع سان داونز بمسؤوليه كلهم، ان هو ازاي يكسوا الاهلي او ازاي يكسبوا الاهلي ان هو البطل. خلينا نتفق اتفاق تاني برضو او اكمل العوامل، ان سان داونز فرقه قويه جدا جدا جدا، من افضل الفرق وليس الافضل، من افضل الفرق في افريقيا اللي بتلعب كوره او بتعرف تطلع بالكوره من جونها لغايه مرمى الخصم وتبتدي تلعب لعب محترم. فيعني في النهايه انا بقول ان في عوامل. اجي بقى انا ارجع للعامل الاساسي، ان في عدم توفيق لبعض لاعبي الاهلي. كان يعني في سير احداث اللقاء مش زي مستويات لعيبه الاهلي. يعني في اول 10 دقائق احنا لعبنا كويس جدا او بالشكل المطلوب او اللي كان يعمله مستر كورر. رضا سليم عمل كذا كوره، كنا ماسكين تلت الهجوم بشكل او باخر في اول 10 دقائق، بعد كده في تراجع غريب حصل وسيبنا الكوره بشكل غريب، واكيد كان مش ده كان طلبه مستر كولر. هو الراجل كان يامل ان يبقى في تحفظ دفاعي. بلعب بحذر، يمكن دي المباراه الوحيده اللي انا كنت متخيل ومتاكد ان الاهلي هيبقى شكله مش اللي انا اتمناه هجوميا، بس مش بالشكل ده. الراجل برضو كان حتى غضبان جدا على الخط وكان دايما بيعنف اللعيبه ان في حاجه ناقصه ما بيعملوهاش. يعني ايه الفكره؟ انا طبعا انا متحفظ وبلعب بخطه معينه ان انا بحاول اشوف. بص خلينا نتفق ان سان داونز عنده مشكله كبيره جدا اللي هي بين الخطوط. يعني انا لما احب اكسب سان داونز انا العبه بين الخطوط. ماشي، هما متميزين جدا فكره الطلوع بالكوره. يعني انا كاهلي اقوى منهم في كذا حاجه، ممكن اتكلم في خبرات، عامل الخبرات، عندي مهارات فرديه قويه جدا جدا جدا. انا امبارح لو كنا يعني وفي حد جنب رضا سليم
كان كنا نقدر نوصل، لان الراجل جاب فاولين في منطقه خطر، ما فيش يعني رفيع هيدرز كويس، وفي هجمه كويسه كانت مهمه جدا لمحمد منعم ربنا. لو كان اعتنى بيها او ما تخش هو اوفسايد، انا اعتقد هو كان متخيل هو نفسه اوفسايد، ما اهتمش بيها بالشكل اللازم، كان ممكن الماتش يتغير نتيجته. في الاخر ارجع اقول لك ان احنا الماتش في المتناول. طيب ليه في المتناول بقى؟ كل الناس بتتكلم والاعلام بيصدر فكره ان صن داونز بره ارضه افضل من جوه ارضه. اه هقول لك صح، اقول لك انا مقتنع جدا ان هو بيلعب بره زي جوه، لكن انا كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا جوه ارضي اقوى من بره ارضي، لان انا بلعب صن داونز بعامل نفسي معين او بفكره نفس او بصوره ذهنيه معينه. طب. لكن انا هنا في وسط جماهيري الوضع هيختلف جدا، واضرب في 2 و3 مستوى الاهلي ده ولعيبه الاهلي هيبقى مختلف جدا في اللقاء الاياب يوم الاربعاء ان شاء الله. هو المستوى هو المشكله فيه ولا طريقه اللعب؟ يعني انا هناك كنت بدافع اكتر عشان مش عايز اخسر، بس انا هنا هلعب جيم مفتوح، وبالتالي سان داونز هيلعب جيم مفتوح لان سان داونز عايز يكسب، فهو مش فارق معاه حاجه، ما عندوش حاجه يخسرها زي ما كنا بنقول، فهو الماتش هيبقى اقوى، الماتش هيبقى فيه صعوبه اكتر، وفي فرصه ان يتم احراز جول فيك اكبر بكتير، ودي تبقى مصيبه لا قدر الله لو حصل على ارضك. فالقصه كلها لما تيجي تبص لها استاذ شادي، لا هي صعبه حتى لو على ارضك، حتى لو بين جماهيرك، بس المباراه صعبه. وكولر ما اعتقدش ان هو هيلعب جيم مقفول على ارضه، ده هيبقى حتى في غضب للجماهير، وان كان ده الطريق الاسلم انك تصعد، بس هتبقى صعبه انك تلعب جيم مقفول. وهنرجع نقول خلينا متفقين، سان داونز هيلعب على الفوز طبعا، هيلعب على الفوز، ومش هيلعب على الفوز بس، ده هيلعب ان انا اجيب جون كمان. طب احرز هدفنا. بس انا خليني اقول لك ان انا هرجع ببعض اللعيبه في اماكن زي امام عاشور، وده مهم جدا، لان امام عاشور لو كان موجود في المباراه بتاعه الذهاب كان هيعمل بدور مميز قوي، لو يقدر يطلع بالكوره ويوصل. طب وانا كان ناقصني الحته دي. فلو امام عاشور موجود ان شاء الله ماتش الاياب هيفرق كتير، زائد طبعا عوده الكهرباء. كهربا برضو هو هداف الفريق دلوقتي. طب انا يعني اهم 2 لعيبه مش موجودين، دول هيفرقوا معايا في الماتش يوم الاربعاء. بس عبد المنعم مثلا كان موجود، وعبد المنعم موجود ومهم جدا، بس ما كانش الافضل يعني، وده غريب يعني. هقول لك انا عبد المنعم يعني وجوده لازم بيفرق، بس ايه اللي حصل ما تبقاش فاهم. يوم الماتش في كوره لو حضرتك خدت بالك منها، منعم حب يشتتها او يبصيها، شدها بطريقه غريبه جدا. انا اول مره اشوف محمد منعم يعمل كده. فده يقول لك قد ايه الضغط النفسي اللي موجود على اللعيبه دي بيخليه ياثر على مستوياتهم في الملعب. فعشان كده انا متفائل خير ان ماتش الاياب هيبقى مختلف خالص، ان دفعه الجماهير واعتقد ان شاء الله هيبقى الاستاد مليان، ودايما الاهلي في ماتش العوده مع صن داونز بيعمل مباراه كبيره تليق بيه، والفكره كلها يعني النتيجه في المتناول، وان شاء الله نعمل ماتش كويس جدا، وعوده كمان حسين شحات. طب حضرتك كنت في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله اللي فاتت كنت بتقول ما معناه ان انت شفت من النادي الاهلي في الماتش بتاع امبارح اداء ما تعتقدش انه اللي انت شفته ده بناء على توجيهات مستر كولر. هل معنى كلام حضرتك ان اللعيبه ما نفذتش تعليماته كما ينبغي، فبالتالي نتج عن ده المشهد العام اللي احنا شفناه؟ طيب ولا انا فهمت غلط كلامك؟ لا انا هقول لحضرتك الفرق، بس اللي انا اقصده ايه، في طريقه دي بتاعت مستر كولر، طريقه اللعب، اما تنفيذ الطريقه دي بتاعت اللاعبين. طيب هل اللاعبين ادوا المطلوب؟ تحركات صلاح محسن كانت المرجوه منه، انا ما شفتش صلاح محسن خالص في الملعب، ما شفتش يعني في بعض المشاهد او اللقطات تبين لك ان اللعيبه في حاجه غلط، يعني زي تشتيتة عبد المنعم، وفي الباص بتاع صلاح محسن كان في هجمه مرتده، بدل ما يبصيها قدام الطاهر راح بصيها وراء ضيع الهجمه، وغيره كتير ما اقدرش اعدل كل المشاهد دي، بس في النهايه ان فيه كان في حاجه غلط اعتقد. هو كم الهجمات اللي كانت لينا واتقطعت، ده تقصير من لعبتنا ولا اجاده من لعيبه صن داونز؟ هو اللعيبه نازله، لا احنا اللعيبه نازله حاطه في دماغها احنا مش عايزين يجي فينا جون عشان ما نعيش السيناريو السيء، وده غير يعني مش سليم خالص. انت الاهلي برضه في النهايه انت اقوى فرقه في القاره، انت لعبت قدام ريال مدريد ماتش اقوى من ده بكتير، وفرق مستوى رهيب بين ريال مدريد وصن داونز. فلا الموضوع كان محتاج عامل اللعب العامل النفسي شويه للعيبه، واعتقد ان ده هيتم تداركه في الماتش المباراه اللي جايه من الدكتور النفسي الفريق ومن مستر كولر، ان هم يقدروا يعالجوا الحته دي، وان شاء الله هيبقى في نتيجه ايجابيه. قبل ما نروح فاصل الاذان بس عندي سؤال، انا بحب اتابع اللي بيتقال، البعض كان بيشوف ان الجول اللي حصل فينا ده
السبب فيه شناوي. هل الكلام ده من وجهة نظرك مظبوط ولا شناوي لا يحاسب على جول زي ده؟ هو المنظومة الدفاعية كلها تحاسب. المنظومة الدفاعية. أنا فكرة إن كرة مروان عطية يبصيها بالشكل ده في المكان ده. بالظبط. وبعد كده شاطع شناوي من المسافة دي 30 متر تقريباً، وبعدين في التراي شناوي ما مدش إيده، كلنا مستغربين ليه ما مدش إيدك في المتناول. فأنا كله يعني هو طبعا عشان ياخد جزء كبير عليه، لان هو في الاخر الصمام او الفرصه الاخيره للدفاع عن مرمى الاهلي. يعني في اهداف بتحصل او بيحرزها المنافس فينا بنقول الشناوي ملوش علاقه، بس ده مسؤول عنه بنسبه كبيره. صحيح صحيح. وفي النهايه الشناوي والدفاع بتاعه. صحيح صحيح. وفي النهايه برضه ارجع اقول لك ان الشناوي شال برضه فرصتين مهمين امبارح، جونين محققين يعني لصن داونز. طب احنا عايزين بس نستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. طبعا. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، لسه حوارنا مستمر وعايزين نقف عند تفصيله كده اتكررت كذا مره في الفتره الاخيره، وتحديدا في الماتشين اللي فاتوا بتوع سيمبا وفي ماتش امبارح كمان. في ناس علقت على التغييرات اللي عملها كولر، وفي ناس علقت على يعني التغييرات اللي ما عملهاش كولر. تعرف طبعا كل واحد من الجمهور بيبقى في دماغه تغييرات معينه وشايف ان اللعيب الفلاني لازم ينزل في الوقت العلاني الى اخره. ففكره التغييرات عموما هي مسار لانتقادات لكولر في الفتره الاخيره. تقول ايه في الحكايه دي؟ هو صاحب القرار مش احنا، ده اول حاجه. ثانيا هو اللي بيتحاسب على كل حاجه. ثالثا والاهم ان انا ممكن ما اعملش تغييرات خالص، وفي كتير امثله كتير قوي، جوارديولا وغيره وغيره، حسب سر اللقاء. هو شايف حاجه في الملعب انا ما اقدرش احكم عليها كجمهور وانا قاعد قدام الشاشه. في رؤيه الملعب غير، زائد كمان هو على الخط حاجه تانية مختلفه خالص. هو عارف اللعيبه اللي قدامه حالتهم النفسيه ايه، البدنيه ايه، حاله المنافس ايه، اقدر اغير امتى ما اغيرش. طبعا في اخطاء ممكن تحصل ونشير ليها، لكن في النهايه هو صاحب القرار. انا ما اقدرش ان انا يعني يعني في الاخر هو اللي بيتحاسب مش انا. فبس طبعا في اخطاء ممكن نتكلم فيها، مثلا تاخير مثلا مهاجم، مش بتكلم على الكره بشكل خاص، انا بتكلم في المطلق. أي. ان لا ممكن نتكلم تاخير معين في الحته الفلانيه، رؤيه معينه. وفي الاخر انا الكره مش زي زمان ان في مدرب واحد صاحب قرار بيبقى معاه تيم، كل مدرب معاه تيم كامل بياخد رايه ومحلل اداء وبيشوف مين اللي اصرف حته فلانيه ومساعدين وغيره وغيره. فلا الموضوع مش زي الاول برضو، اكيد في رؤيه معينه للكولر في الموضوع ده. طيب خلينا نتكلم دلوقتي، يعني انا مش عايزه برضو اتكلم على السلبيات قوي، ومش عايزه اروح اتكلم على الساعه 3 العصر، ومش عايزه اتكلم عن التحكيم لان ده ملف يعني للاسف مستمر معانا فترات طويله، ومش عايزه التفت للمزايدات اللي البعض بيطلع يتكلم فيها لما تيجي بعد كده تتكلم في مباراه وحد يقول لك انتوا طالعين تزعقوا ولا طالعين تعملوا. كل واحد حر على فكره يعمل اللي هو عايزه بالمناسبه، بس مش دي كلمتي. القصه كلها ان احنا لما بنيجي نغضب بنغضب علشان انت بتحب حاجه معينه، انت عندك غيره على الكائن اللي انت بتحبه. طبعا. انت قابل ده مش قابله، دي حاجه ترجع لك. طبعا. بس احنا بنتكلم من منطلق انا فنيا انا اقدر اكون افضل من ده بكتير، انا صحيح. نفسيا افروض كولر حطيني كلاعب في حته ثانيه تماما. فكل العوامل موجوده وشفناها من بدايه الموسم كمان مع كولر، مش هذا الموسم صحيح. فقط منذ قدوم كولر على فريق النادي الاهلي. فاللي احنا بنتكلم فيه اللي هو انا عايز اطمن على اللي جاي، مش بس مباراه يوم الاربع وان انا افوز، انا عايز اطمن على اللي جاي، انا عايز افوز واشوف النادي الاهلي اللي يقدر يعمل ده بالمناسبه بيفوز من الشوط الاول والكوره بتاعته سهله والاجوال بتبقى مظبوطه واللمسات الاخيره مش بتروح مني والميس باس بيقل. يعني كل الكلام ده انا منتظره من النادي الاهلي لان هو ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه. فهي دي النقطه، انا كجمهور خايف على اللي جاي، مش قصه بس سان داونز ذهابا وايابا وشوط اول وشوط ثاني. يعني عايزين نركز على النقطه دي. حضرتك بتكلمي تقولي ان هو مش قصه نتيجه مباراه، عن كمال الاداء بشكل عام 100%. هو اللي هو ممكن يكون في مثلا تذبذب او شكل مش اللي يرضي الجميع. انا معاكي طبعا، مش بس مش بترضي الجميع، دي بتجن الجماهير في كتير. صحيح. صحيح. يعني ممكن نتغاضى عن النتيجه حتى في حال خساره لو الاداء كان مرضي، ما بنوقفش عند الخساره. لا خصوصا جمهور الاهلي، جمهور الاهلي صعب جدا جدا، من اصعب جماهير العالم. يعني ما يقبلوش ممكن النتيجه تبقى مكسب الاهلي، ما يهموش النتيجه قد ما يهمه الاداء. الاداء لو مقنع خلاص، يعني الجمهور الاهلي بيهمه الاداء والنتيجه، يعني ما ينفعش حاجه الاثنين دول حاجه بينهم ما تبقاش موجوده. فلا انا طبعا متفق جدا مع حضرتك، فعلا الاهلي فيه شويه
امور عايزه تظبيط شويه بعض الخطوط، بس ارجع اقول لك برضو الاصابات فيها مشكله كبيره، لان انا كل ما احاول اظبط خط الدفاع وثنائيه محمد عبد المنعم وياسر يروح مصاب حد فيهم او ياسر يصاب، باجي خط الوسط اظبط مثلا بامام ومروان ووات ايفر الاسامي عموما، مش عايز اذكر الاسامي عشان ما تخش ان انا بفرط راي على حد، يقع لعيب او يصاب لعيب فابتدي ابدا من بس جديد. انت المفروض ان انت عندك سكواد واثنين وتقريبا ثلاثه وكلهم بنفس الجاهزيه. صحيح انت وفرصه الاصابات كبيره لان كم البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي هو كمان كبير. ايوه بس انت عندك نواقص لسه في بعض الخطوط، انت محتاج تدعم في يناير بشكل معين في بعض الخطوط بشكل قوي، لان انت داخل كميه بطولات. احنا يعني في حلقه قبل كده كنا بنتكلم الاهلي يعني تقريبا اللعيب اللي بيلعب في الاهلي هيلعب حوالي 70 مباراه، مفيش لعيب في العالم هيلعب الرقم ده، فلا انت محتاج برضو تجهز بدنيا ونفسيا وطبيا وطبعا الحمد لله ان الفتره اللي فاتت كولر قدر ينجح في موضوع التدوير ده بحيث ان الاصابات قلت ما شاء الله، يعني عشان ما نحسدش الموضوع ده الموضوع خف شويه، وبدا بسبب التدوير اللي بيحصل ان الاصابات بقت بشكل ملحوظ مش زي الاول. الاول كنت بتخش فيه فرقه كامله قاعده في المستشفى، فلا الموضوع دلوقتي بقى اخف شويه، وان شاء الله هتظبط مع تدعيمات يناير لنا تبقى احسن بكتير. هي يعني في نهايه الفقره اسف والحلقه كلها، بس عايزين نقول حاجه ولو تتفق معايا فيها برده كريم، قصة كلها ان انا بتكلم في بطولة جديدة مستحدثة، لازم يكون التحفيز قوي، لازم يكون التحفيز موجود، ولازم يكون اللعيبة فاهمة ان انا مش داخل عايز افوز بالبطولة علشان القيمة المادية وخلاص، لان سمعنا حاجات زي كده. نختلف او نتفق مع هذه التصريحات، انا اختلف بصراحة، لكن اتفق في فكرة ان دي بطولة جديدة وانا عايز افوز بيها علشان انا النادي الاهلي وعايز افرح الجماهير بتاعتي، مش داخل علشان حاجة معينة. ده كلام لا يليق. صحيح. فربما يكون الحافز الى حد ما كبطوله جديده مش واصله لسه، يعني ما شفناش الصدى بتاعها على الارض، لكن انا اعتقد ان لو ده وصل للعيبه الموضوع هيختلف فنيا بشكل كبير جدا. هيوصل من الاربع بالجمهور، لما يبقى الجمهور موجود في الملعب ويشوف اللعيبه تشوف الجمهور ده قد ايه يعني محتاج المكسب ده ومحتاج البطوله دي عشان تتكتب على بالظبط في التاريخ ان الاهلي اول نادي يكسب البطوله دي ان شاء الله، هيفرق معاهم باذن الله، هيبقى في نتيجه ايجابيه باذن الله. نتمنى ذلك. اشكرك على وجودك معانا، نورتنا. ربنا يخليك كريم. اشكرك استاذ شادي كالعاده، يعني قراءه ممتعه، وبنشكر حضراتكم وهنقول يعني وان كان اللي فات مش الافضل، لكن اللي جاي باذن الله يقدر يعوض ويعوض بشكل كبير، لان كمان النادي الاهلي هو اللي معودنا على كده، يعني ممكن يكون في دروب بيحصل في فتره ما في موسم حتى كامل، لكن بيعوضنا الموسم اللي بعده، بيعوضنا المباراه والبطوله اللي بعدها. كل التوفيق باذن الله لنادينا، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.